بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا اليوم في هذه الجلسة الرمضانية بوجود معالي الشيخة مي الخليفة وكذلك بالأستاذ راشد الكوس وتدير الجلسة الشيخ المطيري. نحن نشكرهم على هذه الجلسة الجميلة والتي تحدثت عن الثقافة وبناء وعي الشباب في الثقافة. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة فرصة للتعلم من وأخذ الخبرات من كبار المسؤولين في المجال الثقافي، ونتمنى إن شاء الله أن تكون قد وفت حقها في إيصال المعلومات المفيدة لجمهور الشباب الموجودين معنا. طبعا مجلسنا الرمضاني هذه السنة العاشرة مختلف جدا عن المجالس في السنوات السابقة. في هذه السنة قررنا أن يكون المجلس متنوع في عدة أماكن. اليوم نحن وجودنا في خرفكان وفي مدرج خرفكان هذا شيء مختلف بالنسبة لنا نحن، وتنوع المواضيع كذلك من مواضيع فنية لمواضيع رياضية ثقافية. نحاول أن ننوع من المواضيع لكي نخدم أكبر فئة نستطيع الوصول إليها من خلال مجلسنا الرمضاني.